واحنا بقى كنا قلنا زمان، وانا مش هستغني عما قلت زمان، لانني هناك فرق بين درس موضوعي يتكلم في موضوع وبين قرآن نريد ان نضع خواطرنا نحوه، هيبقى الام. فنقول له ايه وجهلا وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، هي اللي قلت عليها زمان في حلقة من الحلقات، عملية الاحصاء تقتضي ان نؤمن ايمانا رياضيا، ايمان مادي بان كلام ربنا صح. ليه؟ ام قال لك لان انا قلت بقى العالم متكاثر، وكلما مر به الزمن تزداد ايه؟ كسرته. والذي يكسر في مجيء الزمن يبقى يقل في ماضيه، ولا مش كده؟ يعني لما نيجي نحسب مثلا تعدادنا من 20 سنة هنلاقيه اقل، تعدادنا من قرن هنلاقيه اقل، تعدادنا من قرنين كذلك العالم. اذا هنخلينا نقعد كده نتقدم في الزمن في الزمن في الزمن لحد ما يبقى العالم ايه؟ 100. مش كده ممكن ولا مش ممكن؟ ما هو اللي بيكتر في مجيء الزمن يبقى يقل في استدبار الزمن، يبقى خلهم 100، والمية يبقوا كام؟ لازم هيبقوا 50 قبلها بكام سنة، وهيبقوا حتى انها تروح لفين؟ لا، لازم لآدم وحواء، لازم الاثنين، لان التكاثر ما بيجيش من واحد، التكاثر بيجي من ايه؟ يبقى اذا الاحصاء البشري اللي موجود الان وتزايد النسل يثبت صدق الله في ان من كل شيء خلقنا زوجين، فكل تكاثر في الوجود ناشئ من مين؟ من زوجين اثنين. والتكاثر اللي في الخلق ده برضو سلسله 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 سيقول الى ايه؟ الى اثنين. يبقى خلق منها زوجها قضية صح احصائيا رياضيا، قضية ايه؟ قضية صح.